ازيكم صحباتي وحباباتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا 5 5 وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي. كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ اكيد غيكون قضى عليكم، ولكن من الناحيه ديالي صراحه ولفت لا روتين ديالو، ولفتو الاجواء زوينه صراحه، ما سخيتش به، والله يخرجوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله وعقبال العام الجاي علاش لا. بغيت نشكر ونرحب بالناس الجداد ونشكر الناس القدام ونقول لكم ألف مليون مرحبا، وتعليقاتكم وشكركم وحبكم ليا على راسي، وحتى انا كنحماق عليكم وبتشجيعاتكم وبتعليقاتكم وبانتقاداتكم هو باش انا كنزيد القدام وباش كنعطي اكثر واكثر واكثر. وكنشكركم ومن كل قلبي، من اعماق قلبي. وهاد لا فيديو ديال اليوم ما غادي نخرجوش من استعدادات العيد، كنستعدوا للعيد، كنستعدوا الصيف بصفه عامه البنات. وملي كنقول الصيف كنقول توحيد الجسم، بياض الجسم، اي تصبغات شي بقعه عندنا في الجسم ما غتبقاش. الركبه البنات، كانوا بنات طلبوا مني هاد الوصفه وما غاديش نردها بوجهكم، انا هنا على قبلكم. وهاد الوصفه خصيصا البياض الجسم البنات، وجسمك غيولي شقشق. يعني انا كنت كندير لاسيغ لي زيسيل ديالي وتحرقت وبقات فيا واحد البقعه ما نقولش لكم. تبعت هاد الوصفه، رجعوا كيشعلوا البنات بيضين واعره البنات. هاد الوصفه ديروها في الركب، ديروها في الابطين، ديروها ما بين الفخذين، ديروها في هنايا، اي في عنقكم، واعره البنات هاد الوصفه. ومكونات جد بسيطه، مكونين فقط لا اكثر، وموجوده في كل بيت. انا ديما كنقلب على البساطه، بغيت البنات المتتبعات ديولي الفنات كلهم يبيضوا وكلهم يوليو يشقشقوا. وهاد صراحه هاد الوصفه غادي تعجب العريسات بزاف، مقبلات على الزواج. الله يكمل عليكم بالخير والله يسهل عليكم. والبنات وجدوا لي راسكم الصيف وقفضوا لي وجربوا هالوصفه، وخليوا لي التعليقات كيفاش جاتكم، واش لقيتوا على نتيجه ولا لا. وانا كنهضر بكل ثقه انكم غتلقاو نتيجه مضمونه الغزاله ديالي. واكيد البنات قبل ما نبدا الوصفه بغيت نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، حيت كيجيوني بزاف ديال التساؤلات اللي غادي نجاوب على بعضها دابا قبل ما نبدا. بزاف ديال التساؤلات البنات كيجيوني حول الماسكارا اللي كندير لعينيا، حول الكحول اللي كندير لعيني. هذا راه وصلني البنات شي 3000 ميساج على هادو، وانا قلت لكم غنوعدكم في هذا الفيديو الجاي غنجاوبكم، وهذا الفيديو غنجاوبكم عليهم، حيت كنكتب في التعليقات وكتبت وكتبت ولكن نفس السؤال كيرجع، فخاصني نجاوب عليه في فيديو. فالانستغرام ديالي هو، الا بغيتو شي سؤال دخلوا عندي البنات. مرحبا و ألف مليون مرحبا على التساؤلات ديالكم، وهنا غادي تقربوا مني اكثر واكثر وانا نتقرب منكم، مرحبا بكم. وغادي نجاوب على اول سؤال، اشنو الماسكارا اللي كديري؟ الماسكارا البنات رخيصه وفي متناول الجميع، يعني انا نقدر نقول لكم جربوا كاع لي ماسكارا اللي غيطيحوا على بالكم، سي فيغا اف سي لوغو اون ديور لي ماسكارا الرخاص ما يبان لي اللي بغيتو. ولكن البنات سيفوغا كتبقى الطوب، حتى اف سالون واعرين، ولكن هاد جوج عادلوهم ليا. هاد جوج 35 درهم في 35 درهم، يعني بجوجهم واحد 70 درهم، عادلو لك ماسكارا ديال 300 درهم البنات. هادو هما اللي كندير انا حاليا، كنبدا ببرانسيس، هادي كتعمر وهادي كتطول، فملي كديرهم بجوجهم كنلقاو عليهم نتيجه خطيره الغزالات ديالي. ها هما البنات لي ماسكارا، ها هما البنات. سيروا عند لا مارك اسونس ولا عند مول ماكياج، المول ماكياج كيبيعوا البنات، ما كنحملش انا لي بارفيوم غير ما فيهمش الثقه، كيبيعوا البنات كيبيعوا الدوزيام شوا البنات. لا لا حرام عليهم. شوفوا البنات انا كنفضل، انا حدايا انا محمديه كنمشي للمرجان كناخذها من اسونس، هذه برانسيس كتعمر وهذه الغوز راه معروفين. وغنجاوب على السؤال، سؤال مشهور عندي في التعاليق، هو باش كتكحلي عينيك البنات؟ انا غير حاولوا غير تقلبوا شويه، الله يرحم لكم والدين. في المكياج راه دويتو، ديما كنهضر على هذا السؤال وغنعاود نجاوبكم. باش كنكحل عينيا راه هو باش كنتراسي، غيكون فيديو مكياج خصيصا البنات اللي طلبوا معايا ندير لهم مكياج ديال العيد، بحول الله غيكون فيديو. ولكن البنات نجاوبكم على السؤال، ها هو البنات اللي كندير هاد لو جيل مايبيلين، هو باش كنكحل عويناتي، هو هذا البنات. انا غادي نخلي لكم الصوره ديالو هنا، والماسكارا نخلي الصوره ديالها هنا، كلشي على راسي وعينيا. وكيعطيوك مع هاد البانسو، هو باش كنكحل عويناتي كيف ما كتشوفوا، وما كتسيح ما حتى شي حاجه. وهادو انا جاوبكم على السؤالات ديالكم، كان بغيتكم غير تشجعوني اكثر واكثر واكثر وتوقفوا معايا البنات. وبالنسبه الوصفه غادي نقولوا على بركه الله، وما نجيش نطول على البنات اللي باغيين بياض وباغيين يشقشقوا، ما غنطولش عليكم اكثر. يلا بينا البنات وعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. احلى بركه الله، ناخذ واحد الكاسرونه صغيره وناخذ واحد نص حامضه نقطعوها دوائر، ندير واحد الكاس ديال الماء ونضيفوا عليه الدوائر اللي قطعنا. فمن بعد ما قطعنا نص حامضه وضفناها، غادي نديروها فوق البوطه تغلى حتى
يبقى فيها غير شويه ديال الماء، داك العصاره ديال الحامض. بعد الغزالات ديالي ما شديت الحامض درته في الماء كيف ما شاركت معكم وغليته، بغيت هاد العصاره هادي هاد الشيء هذا اللي غادي نصفي، غنصفيو الحامض على هاد الشكل، غنصفيو بحال هكا ونحاول ناخذ منه هذاك العصاره ديالو. ما غنحتاجوش القشور حيت كاع الفيتامين سي وكاع المواد ديالو راه طلقها لينا، غنحتاجو هاد العصاره هادي. من بعد ما صفيناها البنات عطانا هاد الماء هذا ديال الحامض، هاد الماء الغزالات اللي قلت لكم ديال الحامض اللي خدمت معكم، غنرجعوه في الكاسرونه من بعد ما صفيناه، وغادي نزيدو عليها البنات النشا. النشا يا البنات والخاصيه والفعاليه ديالو القويه في التبييض البنات، يا سلام يا سلام واعر. انا فرحانه وانا كنعطيكم هذه الوصفه هذه حيت غتلقاو عليها نتيجه خطيره. فغنحاول ندير واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال النشا، وخليكم عليا باش تشوفوا في الاخير شنو غنزيدوا عليها. ضروري البنات ما تكملوا المقادير كاملين باش تعطيكم الفعاليه ديال الوصفه. غادي نحركها مزيان وغنديرها فوق البوطه يا البنات على هذا الشكل هذا، غنديرها فوق البوطه، كنبقى نحرك باش ما ديرش ليا حبيبات، ونخليها حتى تولي كريميه. نبقى نحرك 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 حتى تعقاد، ما تحيدوش يديكم من التحريك. والبنات غيعطيكم واحد الكريم على هذا الشكل هذا بحال هكا يا البنات، هذا الكريم هذا غيعطيكم. نشوفوا دابا شنو غنزيدوا عليه. بالنسبه للاضافات البنات اللي غنزيدوا على هذا الكريم هذا، غادي نزيدوا عليه قطرات من الجليسيرين. الجليسيرين البنات فعال جدا في التبييض، واحد المعلقه صغيره ديال الجليسيرين، وغادي نزيد عليها البنات هذا اضافي، الا لقيتيه مرحبا، ما لقيتيش ماشي مشكل، زيت الكركم. وكلنا كنعرفوا الخاصيه ديال الكركم في التبييض، ها هي هنا اللور كاتبين بانه مبيض خطير خطير. انا هادو البنات اللي كيسولوني خديتهم من جوميا، راه دايره لكم فيديو خاص على الزيوت ديالي منين كناخذهم. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال زيت الكركم على هذا الشكل هذا، وغنزيد عليها البنات زيت البرتقال. زيت البرتقال خطير حتى هو في التبييض. هاد زيت الكركم والبرتقال اضافيين، زيت الجليسيرين كافي، الا عندك ضيفيهم، ما عندكش ماشي مشكل. المهم هو الوصفة الكريم مع زيت الجليسيرين، هادو فعالين جدا في التبييض. ونخلطو الزيوت مع الكريم بحول الله. شفتوا البنات واحد الرائحة طالعة ديال الكركم، غادي ناخدو واحد قريعة تكون معقمة، انا غادي ندير فيها واحد الكمية. ندوزو دابا لكيفيه ديال استعمال هذا الكريم هذا. غادي تاخذ المنطقه بحال دابا انا عندي لي زيسيل ديالي الابطين فيهم سوال، غادي ندير في الليل واحد لاكوش ندهن مزيان مزيان البنات، ندهن باش تدخل ليا الوصفه في المسام وتستافد منها البشره. وفي الصباح نغسل عادي وتبعوها المده ديال شهر، غادي تشوفوا البنات يا سلام رائعه رائعه رائعه. انا غنبداها معكم، ديروها في الركب في الكوع في العنق، في ضروري البنات ما نغسلوا البلاصه مزيان باش يتحلونا لي بوغ وتحيدوا الاوساخ، ونستعملوا الوصفه وفي الصباح نغسل. بالنسبه للبنات اللي كيعكزوا هكا ما كيبغيوش يغسلوا، خدي غير لانجات، لانجات هكا يكونوا ديال المنطقه الحساسه، نمسح بهم مزيان ونستعمل الوصفه ديالي، ولكن في الصباح ضروري نغسلوا البنات ونعاودوها في نفس اليوم. غادي تشوفوا معايا ندير معكم واحد شويه في يديا على هذا الشكل هذا، ونديروا هنا شوفوا البنات بحال هكا، نبقاو ندخلوا هكا الوصفه هذا الكريم هذا، ندخلوه بحال هكا بحال هكا البنات.
كتبقاي تدخلي حتى كتشربوا مزيان، في رائحه الحامض رائعه، ما فيه حتى شي ريحه خايبه غير ريحه الحامض البنات. صافي وكديريه في اللي الصباح كتغسليه. يا سلام يا سلام يا سلام، رائع سحري هذا، واعر البنات، ماجيك. تبعوا البنات هذه الوصفه ورحموا لي الوالدين عليها بحول الله. هاي الوصفه ديال تبييض اي منطقه عند من كيفيه الاستعمال، ضروري ضروري ضروري. يعني قلت لكم غادي نديروها في الليل وفي الصباح نغسلوها. اي حاجه كتبغي شويه ديال الصبر وشويه ديال المداومه. انا قلت لكم غيبان لكم الفرق في اسبوع، ولكن اللي بغيتو نتيجه خيال المده ديال شهر. يا سلام، واعر واعر واعر، حتى ريحتو زوينه، ريحه الحامض البنات رائعه. هاد الوصفه زوينه بزاف، ولقيت عليها راحتي ولقيت عليها نتيجه، وقد نشاركها مع الغزالات ديالي، علاش لا. اللي عندكم شي سؤال مرحبا، مرحبا بكم في انستغرام ديالي. وما تنساوش البنات اشتراك باش نكبروا القناه ديالنا، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنموت وكنحماق عليكم، الى الفيديو القادم بحول الله. وما غاديش نخرجوا من استعدادات العيد، راه كتشوفوا اختكم باقا بحجبانه، شوفوا ما شاء الله خليتهم كبروا الجوفي كلي على بعضي، كنبان لكم ماشي تلهي، ولكن بحول الله في العيد نوليو كامله زاز باذن الله. كنحماق عليكم، كنتمنى من كل قلبي ما نكونسيت حتى سؤال ديالكم البنات، ولا نسيت عذروني سمحوا لي، ودخلوا عندي وسولوني كيف ما بغيتوا، وان شاء الله في كل فيديو نبقى نجاوب الغزالات ديالي.